تالت حاجة المفروض نتكلم عليها يا جماعة هي الدو هوايل. الدو هوايل، وتعال نشوف الفرق ما بين الهوايل والدو هوايل، دي فيها اختلاف بسيط. تعال نشوف السنتاكس بتاعها. انت بتقول كلمة دو، تمام، وبعد كده تنزل الصف اللي بعديه، تفتح قوسين، تكتب فيه الشرط بتاعك، وتيجي جنب هنا تقول هوايل، تفتح قوسين مجموعة، قوسين قصدي عاديين، تكتب فيها الكونديشن بتاعك. ادي الكونديشن، تمام. هنكتب هنا ايه دو، ايه دو اللي هي ستيتمنت بتاعت اللوب. تمام، طيب فاضل حاجة اللي هي الانكريمنت او الديكريمنت، اللي هي هنبدأ نزود فين. هنبدأ تزود هنا تحت الجملة بتاعت الستيتمنت لوب دي، هتكتب هنا الانكريمنت بتاعتك، تكتب الانكريمنت بتاعك. طبعا ممكن يكون الكلام مبهم شوية مش مفهوم، تعال نبدأ نطبق في مثال وتعال نشوف الكلام ده هيتنفذ ازاي. دو، وانزل افتح قوسين مجموعة، وقول هنا وايل، هتقول مثلا هنا ان الاي، يطلع لك ان الاي مش موجودة، فلازم تيجي فوق قبل الدو تقول انت اي بتساوي صفر، اي بتساوي صفر، وتيجي هنا تقول ان الاي، طالما ان الاي اقل من او يساوي العشر، طالما ان الاي اقل من او يساوي العشر، هينفذ لك الايه. تعالى هنا نكتب الجملة بتاعتنا اللي احنا هننفذها، اللي هي كونسول دوت رايت لاين. الاي دوت تو ستينج، تمام؟ تمام. تعالى ننفذ كده ونشوف. واحد يقول طب احنا ما وقعنا في نفس الخطأ اللي هو ايه، اللي احنا ما عملناش زيادة وما عملناش نقصان. فعلا زي احنا نفس الخطأ، نفس الخطأ اللي هو مش هيقف اللوب، مش هيقف، فلازم نيجي هنا هتقول ان الاي بلس بلس، الاي زائد بمقدار واحد. طبعا من صفر لعشرة، تمام. نفس الكلام هو هو اللي احنا قلناه بكده في الهوايل وفي الفوق، لكن ايه الاختلاف؟ لو حد كده يقول لي ايه الاختلاف ما بين الهوايل والدو هوايل. لما انت تقول هوايل كي بتساوي عشرة نفذ، والدو نفذ وبعد كده اختبر، ايه الفرق بين الاتنين؟ الفرق ما بين الاتنين اللي عندك هنا في هوايل وهوايل، انت اختبرت الاول قبل ما تنفذ، اختبرت الاول قبل ما تنفذ، فطبيعي مش هيتنفذ اي جملة الا ما يحصل في اختبار الاول. امال دو ايه الحكاية فيها؟ دو نفذ اول جملة اللي هي الطباعة، وبعد كده طبع على الشاشة كده، بعد كده اختبر الشرط، يعني هو طبع الاول وبعد كده اختبر الشرط. عشان تلاحظوا الفرق ما بين الاتنين، تعال بص، خلي ان الاي هنا ب11. هل احنا عايزين نطبع ال11؟ لا، ده احنا عايزين نطبع من 0 ل10. تعالوا نبص لما ننفذ كده، تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. طبعا ال11
طبعا هتصيبوه على الاقل نفس جملة واحدة قبل ما يختبر الشرط بتاعه. انما في الهوايل لو عملنا الحركة دي تعالى نشوف ايه اللي هيحصل. خلي الكي هنا ب11، مش احنا عملنا كده؟ خلي الكي هنا ب11 ونفس. مش هيطلع حاجة على الشاشة، يبقى هو اختبر الأول لأن الكي لا تصلح بحاجة قلشة. إنما في الدو هايل نفذ الأول أول جملة وبعد كده طبع على شيء، بعد كده اختبر الشرط الثاني. ادي الفرق الوحيد ما بين الهوايل والدو هوايل. طب شغلنا بيكون ماشي على ازاي؟ شغلنا بيكون معظمه شغال بالفور، فور هو شغلنا بيكون معظمه شغال. ده بالنسبة لموضوع الاتريشن. الفور اتش هنسيبها شوية، مش موضوعها دلوقتي، هناخدها ان شاء الله بعد كده. لكن هو ده موضوع الاتريشن وموضوع الجمل اللي بتتنفذ اكتر من مرة.